زمن التحديات مستمر، والإمبراطور تاكاشي بمساعدة وزيرة يحضران مهاجمهم مجدداً لتشهد ساحة الحصن أقوى التحديات. 100 مهاجم بقيادة الكوماندر ومساعدته، عوائق عدة عليهم أن يتخطونها: القوة والعزيمة والذكاء. يجب أن يجتمعوا للفوز هذه المرة. مهاجم واحد فقط ستتاح له فرصة الفوز بآلاف الريالات. اشهدوا على التحدي الأقوى. تبغى مهاجم يجيك؟ الحصن الليلة 10 بتوقيت السعودية على MBC1. تابعوا الحلقات بعد عرضها على الشاشة مجاناً على شاهد.